الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرة دي فن ولعب كبير. السنة اللي قال دي مدرسة اوروبا الدوري تعيش معاه. اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام مع ميدو يوسف وحازم امام. يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي. اهلا 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 بيكم. حلقه جديده من ستارز اوف فانتسي ومعايا كابتن حازم امام. هنتكلم عن بطوله افريقيا ابطال الدوري وموقف الزمالك والاهلي وبيراميدز والمصري. كابتن حازم مساء الفل. مساء الفل. مساء الفل ولا صباح الفل؟ مساء الفل. منور ومنور وانت مذيع كده ومتالق ان شاء الله حبيبي. الزمالك عليك. الزمالك كسب 3-1. دخل في جول على ملعبه لكن عمل كومباك جامد جدا بعد البدايه السيئه في اول الماتش. ايه رايك في ماتش العوده؟ ماتش العوده صعب طبعا جدا. فرقه الترجي فرقه كويسه. مش فرقه الترجي السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها بس فرقه كويسه وعندها اكيد النو هاو ازاي تكسب في ملعبها. تكسب ما تخسرش في ملعبها خالص. الزمالك عنده ميزه ميدو عجبتني جدا الماتش اللي فات كنت دايما بتكلم عليها في الدوري المصري كان بيفتقدها كتير قوي في الدوري المصري. وهو الميس باس كتير قوي وان اللعيبه على طول عايزه تروح للجون بسرعه فبتخلص بالكره بسرعه الهجمه بتبتدي بسرعه مستعجله عايز توصل التلت الاخراني باسرع وقت ممكن. اول ما بتوصل لاي حد من التلاته اللي تحت الفراوده على طول عايز يعمل اكشن يا اما يلعب ثرو يا اما يعدي هو يا اما يشوط فالكره بتخلص بسرعه وعلى طول تبقى دايما عليك الكوره. الزمالك الماتش ده ويمكن الجون الثاني اكبر مثل على الكوره دي يا ميدو صبر بيلعب 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 حوالي 30 باس بيلعب ويروح لقدام ويرجع ثاني لورا يروح لقدام ويرجع لغايه لما يلاقي. هو ده ميزه الفرقه اللي دايما كنت بتكلم وانا بحلم الدوري المصري اقول يا جماعه امسكوا الكوره شويه مش لازم اخد الكوره واروح على طول. دي مهمه جدا اللعيبه بقى عندها صبر عندها ثقه طيب هاديه مع ان 1-1 والدنيا قلق يعني 1-1 النتيجه مش كويسه بالنسبه للنادي الزمالك بس هو ده الطبيعي انك تمسك الكوره لغايه لما تلاقي المساحه اللي تشتغل فيها كويس مش لازم اخد كل كوره لغايه لما اخبط وتترد عليا وابقى على طول في حاله دفاعيه يخلي اللعيبه دايما تعبانه ويخلي اللعيبه دايما في رده فعل. لا الزمالك كان الشوط الثاني طبعا الشوط الاول للنسيان لنادي الزمالك لعبنا وحش والحمد لله اول 10 دقائق الحمد لله ربنا ما وفقش فيها الطاقه فيها كان ممكن نخسر فيها جونين ولا حاجه تبقى الدنيا صعبه. عجبني جدا الونش ومحمود علاء في النواحي الدفاعيه والكرات العاليه كل الكرات العاليه بتاعت نادي الزمالك دي مهمه جدا في ماتشات زي فرقه الترجي اللي كان من دايما مميزاتهم ميدو طوال تاريخهم دايما الكره العاليه عملناها كويس قوي. فانا بشوف دي الحاجات اللي مخليه نادي الزمالك في الفتره دي هادي وريس. ماتش الاهلي ماتش الترجي الاولاني ماتش الترجي الثاني اللعب هدوء بهدوء بهدوء ما بقاش فيه توتر في اللعب ان شاء الله نفس السيستم ده ممكن نعمل ماتش كويس باذن الله يعني. طيب انت بقى رايك ايه ما انت لازم تقول رايك. انا اقول لك انا بتناقش معاك فوتبول ديسكشن. احنا الناس كلها كانت بتنتقد اوباما بتنتقده بشكل كبير جدا في بعض المباريات ان هو بعيد عن ان هو لازم يقعد على البنش لازم ما يبداش المباريات. وانا في رايي يا كابتن حازم ان الماتش اللي فات رغم فوز الزمالك تكتيكيا مبين لك اهميه اوباما وليه كل المدربين بتلعبه لان هو اللعيب الوحيد اللي بيعرف يستلم الكره بين الخطوط وهو اللعيب الوحيد اللي بيعمل اللينك اب اللي ما بين نص الملعب وما بين المهاجم اللي بيلعب. الماتش اللي فات اول مره احس ان مصطفى محمد معزول سنه بالذات في اول 60 65 دقيقه ابتدى ان هو يخش في الجيم لما ابتدى محمود علاء يعمل اللونج بولز لمصطفى محمد يضرب بيه نص الملعب وابتدى ان هو يقف عليها وابتدى ان هو يشتغل كويس. انت رايك بعد الشكل اللي الزمالك لعب بيه في الماتش الاولاني بال 4-2-3-1 الاول كان بن شرقي نمره 10 وبعد كده دخل زيزو بقى نمره 10 بن شرقي راح على جنب هل يتمسك كارتيرون بنفس التشكيل ولا مع عوده اوباما ان هو يرجع يبدا باوباما مره أوباما. تانية هيلعب اوباما هيلعب زي ماتش ترجي في السوبر بالظبط بس عجبك الاسئله هاي هاي لا والله بجد لان لا اوباما وخصوصا اوباما ماتش نفس اسئله سيف بالظبط صح؟ فجأة ضللك في حاجه ثانيه خالص ماتش السوبر عجبني الشكل التكتيكي لنادي الزمالك ان لعب بشكل كويس قوي كله تحت الكوره وبعد الكوره وانت معاك في ناس كتيره في ماتش الاهلي ولا ماتش السوبر الافريقي بتاع الترجي كنا الزمالك مستني الكوره بس اول بيقطف الكوره بتلاقي في زياده عاديه على طول في 3 4 على الجون دي حاجه كانت كويسه جدا اعتقد هيلعب بنفس السيستم ونفس الكونسيبت لان انت هتلعب متهيألي الماتش ده زي ما هتلعب كنت ماتش السوبر الافريقي كنت احنا الزمالك كان متحفظ شويه بيلعب كله تحت الكوره مش زي الماتش اللي هنا كان كله في الاول طالع من قدام وبيهاجم من قدام فاوباما اعتقد هيرجع لمكانه واشرف بن شرقي هو اللي هيلعب ناحيه عبد الشافي ونجم لكن عايز اقول لك حاجه كمان حته حازم امام الحته دي بقى مشكله كبيره جدا حازم انا اشوفه بيرجع وبيعمل اللي عليه بس طب برضه الموضوع بقت باينه قوي الزمالك ممكن يشتغل ازاي في الحته دي ويقفلها ازاي زيزو مثلا يرجع معاه على طول بس ولا ممكن كمان طارق حام يعني الموضوع ده هو اللي عامل قلق شويه للزمالكاويه
عارف المشكله في ايه يا كابتن حازم؟ آه المشكله إن مع وجود فرجاني ساسي على الدايره جنب طارق فرجاني بيور نمبر 8 بيور يعني يعني هو لعيب نمره 8 بشكل كبير جدا. لو طارق طلع بره قلب الملعب وانا اتكلمت مع طارق الكلام ده وراح يعمل الدبل اب مع حازم كتير نص الملعب هيفضل على فرجاني هتبقى في مشكله كبيره جدا. الحل زي ما انت بتقول ان زيزو لازم يبقى ليه ادوار دفاعيه مع اكبر شويه اكبر مع مع حازم. مع صراحة حازم فيها حمدي الهوني لعيب كويس قوي. ما انا عارف لازم يبقى فيه ادوار دفاعيه كبيره جدا ولازم حازم ما يفر بالذات وانت بتلعب بره ما يفرطش من اول وصلت ثلث هجومي. حازم على طول مستعجل عايز اول ما الكره تلاقي نهايته نور يجري لازم ياخد تعليمات اقف خد نفسك. هو ليه حازم ساعات في الواحد على واحد بيبقى عنده مشكله ان هو بيبقى نفسه مش جاهز. طب نطلع فاصل لازم نطلع بريك ونرجع لكم تاني هنكمل كلام عن الزمالك ونتكلم عن الاهلي ونتكلم على بيراميدز والمصري. رجعنا مره تانيه وكلامنا عن الزمالك. افكار كتيره جدا ممكن تكون في دماغ كارتيرون لكن واحد ده من اهم مزايا كارتيرون في رايي ان هو عامل فريم يعني جزء شغال عليه ما بيخرجش بره كتير ما بيغيرش طريقه اللعب كتير. انا لعبت قدام كارتيرون كمدرب وهو ماسك مازيمبي لا يمكن يغير ال 4 2 3 1 محفظ اللعيبه بشكل كويس بيقرا 90 دقيقه كويس ودي احد اهم مزايا كارتيرون غير ان هو شخصيه متزنه جدا او متوازنه جدا داخل غرفه خلع الملابس مع اللعيبه حتى مع كلامي مع اللعيبه يا كابتن حازم مع اللعيبه الكبار الموجودين في الزمالك انا على تواصل معاهم على طول كلهم مبسوطين ان كارتيرون بيتعامل معاهم كويس. يعني لما كنت بتتكلم معاهم ايام جروس شويه كان يقول لك الراجل مدرب كويس وبتاع لكن ايه الراجل يعني ايه متعالي معانا سنه في اوقات معانا ما بيتكلمش مع اللعيبه اللي ما بتلعبش وانت عارف انت كويس جدا لما بتبقى بتلعبش محتاج المدرب يحط ايديك حواليه. جروس ما كانش عنده الحته دي كارتيرون عنده الميزه دي. لعيبه الاهلي تقول لك الكلام ده لعيبه وادي دجله هو ماسك وادي دجله كانوا بيقولوا الكلام ده انا مسكت بعديه وادي دجله ولعيبه الزمالك دلوقتي ان هو شخصيه كويسه يعني عامل بالانس كويس جوه اوضه اللبس عمل واخد بطولتين في 6 ايام بالنسبه لجمهور الزمالك اكيد الناس حاسه لان اهم حاجه المدرب هو البطولات لما تحقق بطولات في وقت قياسي اكيد لازم الناس هتحبك يعني فالشغل بيبان في الملعب من بطولاتك يعني طبعا بالتوفيق لنادي الزمالك في رادس ماتش صعب 90 دقيقه جزء لا يتجزأ من المباراه الاولى واللعيبه لازم تبقى فاهمه كده كويس جدا وان شاء الله الزمالك يقدر ان هو يكسب. نروح للاهلي الاهلي 2-0 في القاهره ادى اداء جيد جدا في رايي تغييرات فايلر كانت مميزه جدا غيرت دفه المباراه لصالح الاهلي. علي معلول تالق بشكل كبير جدا وقدر ان هو يقوم بادواره الهجوميه على اكمل وجه احرز الهدف الاول وطبعا وضربه الجزاء من الهدف الثاني. بادجي لما نزل عمل تحركات عرضيه كويسه جدا وتسبب في ضربه الجزاء وكان مميز جدا. وليد سليمان كان مميز. مباراه جيده جدا من النادي الاهلي امام خصم صعب. وفي ناس ممكن تقول لك ان سان داونز فرقه بانت ان هي فرقه ضعيفه. اللي خلى شكل سان داونز وحش تميز فرقه الاهلي والطريقه اللي لعب بيها الاهلي والضغط العالي اللي عمله الاهلي اللي حرمهم من بدايه الهجمه بشكل جيد. نفس ما اتكلمنا على الزمالك عندهم برضه ماتش صعب جدا في جنوب افريقيا هيكون ليه سيناريو مختلف اكيد في دماغ فايلر. فعايز اعرف حازم رايك الاهلي يلعب بنفس الاسلوب بالضغط العالي اللي عمله بتنفذه من بدايه المباراه ولا يستنى سنتر ده اللي عمله لاسارتي السنه اللي فاتت لما ضغط عالي عليهم هناك وبعدين دخل فيه جون راح منزل وعايز يهاجم فتح الملعب على ناس فرقه زي ساوند داونز دي ما ينفعش يفتح الملعب عليها ابدا 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 لان فرقه لعيبه كوره كويسه جدا السرد باك بيعرف يرقص وبيستلم تحت ضغط وبيوقف الكوره جوه السته بيلعب برجله ويكون بيلعب برجله فرقه كويسه جدا جدا. الاهلي كان كويس قوي هنا لان او يعني كسب انا بشوف بسبب علي معلول واجاي هما الاثنين دول اللي عملوا الفرق. يعني الاهلي طوال الشوط الاول ما فيش فرص يعني كبيره. علي معلول واحد من يعني يمكن من افضل الصفقات اللي جت في تاريخ مصر من افضل باكات الشمال جت مصر يعني يخش بقى مع سيد معوض وعماره وكابتن احمد رمزي الناس الجامده وطارق الساي. لا انا بشوف احسن من جلبرتو بكتير في حته الباك ليفت كتاثيره على الماتشات. ميدو علي بيعرف بيعمل لك يعني مثلا الاهلي قبل الشوط قبل الجول ما يخش هو ماسك الكوره بس ما فيش فرص خطيره بتوصل بدلت. علي عمل ايه؟ خد الكوره من نص الملعب عمل 1 وقطع لجوه مش لبره صحيح طالع حلو طبعا أوي. بس هو بس ايه اللي خلاه اجي يلعب كده واحده من حاجات علي معلول طبيعي باك ليفت يا ميدو هيعمل ايه هيلعب كده ويطلع لبره عشان ياخد الكروس هو دخل لجوه الدخله دي هي بتخلي اجي ان انا لعيب جامد مثلا بس ما حدش بيتحرك فمش باين
لكن الدخله دي ان هو يلعب من نص الملعب ويعملها ويقطع لجوه وياخدها من ورا السيد باك، علي لعيب انا بشوفه من اهم اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي او في مصر، بيعمل ادوار مش بتاعته، ادوار مهمه. الناس يقول لك عنده ثغره دفاعيه ومش عارف ايه، كل فين وفين لما بيخش منه جول، بس كل فين وفين لما كل يوم بيجيب جول او بيعمل جول، فلعيب مهم جدا. لكن طبعا هناك ما يقدرش يلعب بالشكل ده، لازم يستنى ويلعب طبعا كونترة. طبعا اكيد فايلر قلت حاجه، انت تغييراته كويس بس دايما متاخره ودايما بيبتدي غلط. انا يعني وجهه نظري فايلر ما ينفعش، كان حسين الشحات بقاله فتره بعيد جدا عن مستواه، كان لازم وليد يبتدي من الاول. لما بيبدا ما بيبقاش نفس اللعيبه، حازم ميدو حسين الشحات بقاله فتره هو عارف ان وليد عايز يزوده يلعب بالشيخ، لان حسين بقاله فتره في ساعات في ساعات لعيبه بتبقى محتاجه كل ما تلعبها زياده تاني بيبقى وحش فيبتدي الضغط يزيد عليه. حسين انا حاسس بيه، هو عيني عايز يبقى كويس بس مش عارف يجيب، ممكن تريح شويه تخليه هو عايز ينزل يبقى ربع ساعه ثلث ساعه دي هيبقى احسن بكتير، ان يبتدي والناس تقعد تقول لك ده وحش ده وحش فيبتدي يتاثر نفسيا. بس ما يبتديش بحسين الشحات، بس صدقني يا حازم انا معاك ان هو ما بيبداش بحسين الشحات. لو انت بتدرب الاهلي هتفكر كتير جدا قبل ما تبدا بوليد سليمان ماتش ريتمو عالي، لان كل الماتشات اللي فيها تيمبو عاليه بس ماتش انا هقول لك بتخسر تغيير، انت عارف ان هو عايز يزود. ماتش زي الجاي مثلا الاهلي انا وجهه نظري مش هيفتح الملعب، مش هيقعد وليد واحد سبرنتات، انت بالعكس هيبقى دايما واقفين تحت الكوره في نص الملعب، بالعكس وليد لما يبقى واقف وبس في اللحظه بيطلع ويرجع. الماتش اللي فات ما تكلمش عن الماتش الجاي، والماتش ده برضه يعني خد من اللعيب، انا دايما بشوف خد من اللعيب اللي يقدر يعمله 50 دقيقه 60 دقيقه ومشيه، بس ابتدي صح، ابتدي الطلعه بتاعتك صح. يعني سان داونز اول 10 دقايق كان ممكن يجيب جون ويخلص برضه زي ماتش الزمالك مع الترجي، فابتدي صح، ما تعيش تقول ايه اصل ممكن الشوط الثاني لا انا مش هلاقي. طب ابتدي انت صح، ما انت ممكن في ال 50 دقيقه الاولانيه دي انت تخسر الماتش وتقعد بقى تحاول ترجع ال 40 دقيقه الباقيين كلهم او ال 30 دقيقه. فانا بشوف الفايلر بقاله فتره بيبتدي غلط وتغييراته متاخره، يعني حتى التغيير بتاعته الماتش اللي فات يعني مروان قعد كتير قوي، كانت وحشه قوي قدام الزمالك ماتش السوبر جدا ومتاخره طبعا. جدا ووحشه جدا، وكل الناس قال لك جيرارد بس بيطلع من بين الشوطين. طبعا بزود على كلام كابتن حازم، طبعا هو اتكلم في كلام كتير جدا صح، ان هو موضوع معلول وموضوع اجاي ونقاط قوه الاهلي والسوليه كمان بقى كويس طبعا قوي. وفايلر ذكي جدا في رايي يا كابتن حازم، ان هو ابتدى يبدا بياسر ابراهيم. ليه؟ كنا بنتكلم على الثغرات اللي في ظهر علي معلول، ايمن اشرف ابطا بكتير جدا من ياسر، سرعات ياسر في السبرنتات اللي بتعمل واحد على واحد وشفناها في ماتش الزمالك من الملعب والماتش اللي فات، ياسر بيقدر يريكفر مور ارياز او مساحات اكبر في الملعب، بتقدر ان هي تدي حريه لعلي معلول ان هو يزيد مستريح. ده نمره واحد. نمره اتنين، عمل حركه كابتن حازم ما انا واخد بالي منها بقالي 3 4 ماتشات، ان هو كان الاول بيبدا بديانج هو اللي على الدايره ناحيه اليمين والسوليه هو اللي ناحيه الشمال، راح قلبهم خلى ديانج هو اللي ناحيه معلول يقفل عليه شويه، وده اللي مخلي ان الناس مش حاسه بظهر علي معلول ان بقى وراه سنتر باك سريع بيقدر ان هو يريكفر مساحات في ظهره كويس جدا، بيتحرك تحركات قطريه في ظهره، كل الحاجات اللي بتلاقيها في ظهره. نمره اتنين، نقل ديانج ناحيه معلول، بقى عندك واحد بروبر 6 بيقطع، واحد بيقدر ان هو يقفل قوي 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 قوي، وعنده 21 سنه يا كابتن حازم، 21 سنه وبيطلع الكوره من رجله صح وبيكمل الهجمه، لعيب كويس قوي. بس لو انت واخد بالك من الحته دي نقلتهم وخلى السوليه الناحيه الثانيه كمان فايق، يعني بص السوليه بياخد الكوره يعملها كده ويعمل كده، السوليه بيكمل نمره 8 كويس جدا جدا جدا، وبقى عنده رؤيه حلوه قوي للملعب ورؤيه مع التنفيذ، يعني انا ممكن ابقى شايف حاجه بس انفذها وحش، السوليه بيعملها دلوقتي كويس قوي. لكن عنده ماتش صعب قوي سان داونز، ماتش مهم جدا جدا ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يقدر ان هو يفوز في في جنوب افريقيا ويقدر ان هو يتاهل، والزمالك والاهلي يتاهلوا مع بعض. اعتقد فتره طويله الزمالك والاهلي ما تاهلوش، دخلوا المربع مع بعض، بيراميدز قدر ان هو يكسب بنتيجه كبيره 3 خارج ملعبه ويعتبر تاهله شبه مضمون. والنادي المصري عنده فرصه كويسه جدا ان هو يقدر ان هو يتاهل، صعبه بس يعني ربنا. اول ماتش كابتن العشي برده الموضوع صعب علينا، اول ماتش يلعب مع نهضه البركان اكيد ماتش صعب عليه، لسه بيشوف فرقته، ماتش صعب لكن مش مستحيل يعني. ان شاء الله يقدر المصري ويقدر بيراميدز يتاهلوا، هم كمان في الكونفدراليه عاملين بطوله هايله هايله جدا. كل التوفيق لانديتنا المصريه. كابتن حازم حبيبي ميدو، بشكرك على البرنامج الجميل ده، ودايما خد بقى انت الحته دي يعني ادي سيف كتف ولا حاجه عشان انت حاسس ان انت بتتكلم مع حد بتاع كوره صح؟ يعني قصدك ان ايه؟ قصدك ان سيف ايه؟ مش عارف. الساده المشاهدين شكرا، نشوفكم على خير. الدوري الانجليزي لكره القدم اللي قال دي مدرسه في اوروبا، الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ، تحليل خطير مش اي كلام مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي يلا نار.